مستقبل تليفون من استاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك، وهو موجود دلوقتي في الامارات. مساء الخير يا استاذ مصطفى. بخير يا استاذ ماهر، الحمد لله يا رب حضرتك تكون بخير، وطمني بقى على الاجواء عندك. اهم حاجه كابتن محمد صلاح بس يجي ماتش عشان يبقى انا عارف ان وشه حلو يعني. ايوه صح، وحضرتك برضو وشك حلو، انا خلاص واثقه انت هناك ان شاء الله هنكسب. ان شاء الله انا ان يا شاء رب الله ان شاء الله ترجعوا بالكاس يا رب ان شاء الله. والله يا الحمد لله الاجواء، يمكن النهارده المؤتمر الصحفي يمكن ادانا ثقه اكتر يعني من كلام مستر بيريرا، يمكن حضرتك كنت اعتقد بتعرضيه دلوقتي كنت بسمعه كده يعني. فهو راجل طبعا واثق جدا في اللعيبه، وقال ان يعني واثق في امكانياتهم، واثق ان الزمالك، قال الزمالك هو بطل الدوري وبطل الكاس مش جاي يعني، وان هو جاي في بطوله بالنسبه له يعني استثنائيه يعني، بطل الدوري وبطل الكاس المفروض انه كان يلعب نفسه يعني، لكن طبعا مفروض الاهلي هو طبعا الوسيط، هيواجه النادي الاهلي، وعارف ان الامكانيات الامكانيات اللعيبه ممتازه جدا، اللعيبه اللي قدرت تحقق الدوري وتحقق الكاس، وكان طبعا في ناس حبت انها تفكروا ب 2015 يعني المسابقه جه العين قبل كده، وان الزمالك يعني ما فازش، فقال لا وكانت ظروف معينه في هذه المباراه الزمالك كان افضل فيها، وان 2015 غير 2022 وظروفه اتغيرت خالص، ووضع الزمالك بقى افضل بكتير، رغم ان في 2015 كان الزمالك برضك هو الافضل، وان لو كان في فار ما كانتش ضربه الجزاء اتحسبت على الزمالك في الدقيقه 48، وطبعا الهدف بتاع كهربا اللي هو ضيعه في ضربه الجزاء ده اثر كتير، وقال ان هو بيحترم اي منافس، وان هو سعيد جدا ان هو جه الامارات في التوقيت ده، وان اللعيبه قدرت تتاقلم بسرعه جدا على الجو هنا والمناخ هنا، وان هم مركزين في المباراه، وان هم عارفين قيمه نادي الزمالك، وان الزمالك هو ما زال هو البطل حتى الان، وان هو جاي طبعا للمباراه، وان هو جاي لتحقيق الفوز، ولكن الزمالك الافضل ده مش هيبان غير في الملعب نفسه، ونسبه كده في الملعب، وان واثق اللعيبه ان شاء الله هتكون هي الافضل فعلا، وان هم مركزين، وان هم جايين يحققوا يضيفوا بطوله اخرى الى سجل الانجازات بتاعتهم. ويمكن النهارده كان في تدريب برضك اللي هو التدريب الاخير، تم السماح فيه للاعلاميين بالحضور حوالي ربع ساعه، اللعيبه ما شاء الله عليها، اللعيبه فايقه جدا، ويمكن متحمسين جدا في التدريبات، تحس ان هم كلهم مركزين بعيد عن اي حاجه خالص يعني، وان هم جاهزين للمباراه، وبعد كده التدريب اتقفل. طبعا الزمالك زي ما عرفنا في الاجتماع الفني ان هو هيبتدي الزي الازرق، بس طبعا هو صاحب المباراه وهو صاحب الملعب يعني، صاحب الملعب اللي هو يختار اللي هو عايزه يعني، يختار طبعا الزي الابيض، الزي الازرق، الزي الاخضر، زي ما هو عايز. هتتعمل مدحه للعيبه بعد شويه، طلبوا مدح كورونا عن طريق الشركه المنظمه، ويمكن دي غير المدحه اللي اتعمل فيه في القاهره، هيجي طبيب مخصوص في الفندق بعد شويه وهيعمل مدحه للعيبه، هتكون في محاضره فنيه ان شاء الله النهارده، هتكون بعد العشاء، هيعمل محاضره بقى بالفيديو مع جهاز المعاون واللعيبه، يتكلم فيها طبعا كل شيء يخص المباراه من الناحيه الخططيه ومن الناحيه التكتيكيه، ويمكن طبعا برضك في حتى الان طبعا لم يستقر على التشكيل اللي هو يلعب او هو استقر عليه، ويتم اعلانه قبل المباراه بساعتين كالمعتاد بعد المحاضره اللي هيلقيها المباراه في الفندق، لكن انا شايف كل اللعيبه جاهزه الحمد لله اللي موجوده هنا، عمر جابر وعمر السيسي طبعا كانوا شاركوا امبارح في التدريبات، وشاركوا طبعا النهارده، وكانوا وظهروا طبعا كلهم مستوى جيد. يعني في حاله من التساؤل، يمكن معظم الناس اللي بنقابلهم هنا كل الاماراتيين، معظمهم يعني تقريبا 99% منهم بيشجعوا نادي الزمالك وبيتمنوا الفوز لنادي الزمالك، وبيشيروا لنا بعلامه الناصر نادي الزمالك في كل مكان اللي احنا بنروح فيه. يمكن برضك في اتصالات دايما من الشيخ مصطفى منصور طبعا رئيس الزمالك، بيتصل تقريبا كل ساعه، بيتصل يطمن على البعثه، يطمن على الناس، الاجراءات. امير طبعا متواجد خالص، يمكن قافل على الفرقه في الفندق، ما حدش بيقرب من الفندق خالص او من المكان اللي هو فيه اللعيبه، ان هم كلهم في حاله تركيز. نفس الشيء احمد مرتضى طبعا متواجد معانا، اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين هنا، يمكن حاجه جميله جدا ان مصطفى منصور وجه الدعوه لعدد من نجوم الكوره القدامى زي كابتن محمود الخواجه، ناصر ابراهيم، مدحت عبد الهادي، كابتن غانم سلطان، موجود برضك احمد عبد الهادي طبعا نجم الكره الطايره، بالاضافه الى جميع اعضاء مجلس الاداره متواجدين هنا، واللي هو علاء مالك موجود، الشيخ حسين المدير التنفيذي،
حتى دلوقتي انا برضه قلت لها غير مصر يعني كان مقسومه هم يجي وكده يعني، لكن طبعا صعب جدا هو يسيب النادي في وجود كل المسؤولين هنا في الامارات، فمش هيبقى في اي مسؤول في النادي، فهو اللي شايل المسؤوليه لوحده حاليا في نادي الزمالك تحت امر ده. يعني حضرتك فعلا وفيت وكفيت، ولكن عايز اسالك اخيرا عن الجماهير والحضور الجماهيري ودخلات الجماهير في المدرجات، يعني كلمني برضه عن الحضور الجماهيري في الملعب. انت عارفه ان هو يمكن ملعب ضيق شويه، الملعب مش كبير زي الملاعب الثانيه، يمكن اعتقد بيتكلم حوالي 25,000 متفرج، ودرجه الضغط مش كبيره، ويمكن كل التذاكر نفذت. جمهور الزمالك طبعا هنا هم مقسمين طبعا الملعب على جمهور الزمالك وجمهور الاهلي، وهنا رابطه المشجعين، رابطه مشجعين الزمالك يمكن جاهزه برضك بدخلات وجاهزه ببنرات خاصه بنادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله تعالى نتمنى ان يكون طبعا التشجيع مثالي، وده اللي معودنا عليه جمهور الزمالك. شفنا جمهور هنا في مصر، جمهور الزمالك اللي ورا الفريق في كل حته وبيشجع الفريق بطريقه مثاليه جدا، سواء في ماتش سموحه او ماتش سيراميكا. اعتقد ان شاء الله هتكون كل المكان المخصص للزمالك مليء بجمهور الزمالك العظيم اللي هو دايما داعم وواقف مع الفريق باذن الله. أنا بشكرك جدا يعني أستاذ مصطفى جويلي، يعني حضرتك بجد وفيت وكفيت، وفعلا حسستني إن أنا يعني داخل الملعب وشايفة كل الأجواء من هناك، حسستني بجد إن أنا يعني متواجدة معاك. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، وإن شاء الله ترجع وكل الجماهير ترجع معاك إن شاء الله، وترجعوا بالفوز ومعاكم الكاس إن شاء الله، ونحتفل كلنا إن شاء الله داخل قناة نادي الزمالك. بشكر حضرتك جدا.